السلام عليكم فاميليا، كنتمنى من الله تكونوا مزيانين وتكونوا في صحه جيده ان شاء الله. كما كتشوفوا اليوم رانا في واحد بويبلو هنايا في بلجيكا. المهم جاتنا هنايا في بلاصه ديال القرعه وديك الشيء. المهم كما كتشوفوا سنادق وهذه القرعه خضراء بحال هذه كما كتشوفوها هي. كما كتشوفوا انا كتعرفوني اي حاجه كنخدموا فيها. المهم كنقلعوا القرعه هنايا، المهم كنبيعوا نشريو كنديروا كل شيء. المهم اللي كنخدم معاه جيت معاه هنايا، جينا بالطوموبيل نديو القرعه فهمت. كاينه بزاف هذه ما عرفتيش ني هذه واش ما بالضبط ني هذه ما عرفتهاش يا خوتي. دايش اللي كيعرف هذه دايش يقولها ليا. المهم هذا بويبلو زوين بلجيكا، حتى هذا فيه الخدمه فيه كلشي هنايا. انا اول مره نكتشف هذه البلاصه هذه، تحياتي لكم. المهم هذا الفيديو هذا غير قصير باش نوصل لكم بان راه كاينه الخدمه في بويبلو بلجيكا ابار لسوا. يلا تهلاو في راسكم.